تفجر شباك زي ما موش وتفجر فرحة فريقك وارسلت على الحراش فوق المدرجات. يا سلام على الهدف وعلى التنفيذ الممتاز. شوف كانت خيا خطيرة وقلت لك أيتو عمر هو لاعب مهاري يحسن التصرف. شوف هنا يعني طريقة شاف جيدا تمركز الحارس زي ما موش اللي نظن عنده نوعا ما ريسبونسابيليتي في نسبة المسؤولية في تلقي الهدف بيسرى مخادعة في الأرض التتمط واستقرت في شباك الحارس محمد جمال زي لامين زي ما موش. لحظة رجاء نسمع تفضل. إذا أول تغيير في المباراة لي من